السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ريتم يتفاعلوا معنا الإخوان والأخوات ونشوفوا الصوت واش مسموع باش ندخلوا في واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم، موضوع اللي مهم اللي غادي نناقشوا معكم اليوم بعد ما يتفاعلوا معنا الإخوان. ريتم يدخلوا الإخوان يتفاعلوا معنا، ننتظر تفاعل الإخوان والأخوات في موضوع اللي هو أصبح موضوع الساعة، موضوع التلقيح اليوم. الإخوان والأخوات قبل لا نبدأ، الله يجزيكم بخير، غادي تكتبوا لنا واش الصوت سي مراد، شو الصوت واش مسموع باش نبداو مباشره ما نطولوش عليكم. ونحاول اليوم ما امكن انني ما نتعداش 15 دقيقه، لانني مرات كنطول بلا ما نشعر، لان كتفتح لنا الشهيه ديال الكلام، لان هذا البرلمان وهذه الحكومه ما كتخليناش كاع نسكتو، كتفتح لنا الشهيه اننا ننتقدو ونهضرو. الله يجزيك بخير سي مراد، واش الصوت؟ شكرا. نعم مسموع، شكرا اخويا مراد. انا واحد من 21 مليون الملقحة اللي سمعت الخطاب والتدخل ديال الاخ المحترم سي وزير الصحة ايت الطالب. انا من 21 مليون ولا 23 مليون اللي هو كيحسب اللي ملقح، وكنت كنتظر على انه يجيب لنا حلول في البرلمان، وكنت كنتظر على ان السي الطالب اولا يعتذر للمغاربه، اعتذار للمغاربه على هذا السلوك اللي دار ديال هذا جواز التلقيح الذي اضر بالمصالح ديال المغاربه واضر بالمواطنين، وجعل واحد الشريحه كبيره ديال المواطنين كيتقلقوا من هذا السلوك. وهو هذا جواز التلقيح هو قرار عملي، ماشي قرار، هو قرار اللي ماشي قررته لجنة كورونا، تبان على انه قرروا السي الطالب هو اللي قرر هاد الفكره كانت ديال السي الطالب، باش يضغط على غير ملقحون باش يتلقحوا، باش هو يقول اننا لقحنا المغاربه كاملين. انا ما ندخلش في هاد الديتاي هذا، انا غندخل في الطريقة والأسلوب والحوار اللي كتكلم به السي الطالب. أنت وزير، أنا بعدا ما كنشكوش في 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 المقدورة ديالك كطبيب وكبروفيسور ولا كاباسيتي ديالك والمسائل ديالك اللي كانت في المستوى، وأنك بروفيسور ديال الباطني داكشي في المستوى، هادشي ما كنشكوش، ولكن في الحوار ديالك في البرلمان والرد ديالك في البرلمان على البرلمانيين، كنت انا شفتك على انك كنت ضعيفا جدا. اولا لانك ما مأثرش في الاحزاب، انت تكنوقراطي، ما زدتيش في الاحزاب، ما مأثرش، ما كتسنطش للمواطن، ما كتحش. كنظن هذا واللي اثارني بزاف، اللي ما عجبنيش، ومني قلتي ضروره ان الباس يبقى، شي وحدين موراك في البرلمان بقاو كيصفقوا. علاش كتصفقوا؟ كتصفقوا على الخيبه لاد الامل ديالكم؟ كنظن غادي يكونوا هاد اللي صفقوا، كنظن كانوا موراك مباشره صفقوا. علاش كتصفقوا؟ كتصفقوا حيت ما درتوش الدور ديالكم، حيت بقيتوا ساكتين، حيت غمق عليكم هو بجوج كلمات وقال لكم 23 مليون ديال الناس ملقحه وسته ما احنا ما كنعترفوش. واش هذا حوار؟ هذا اسلوب؟ ده اسلوب ديال وزير الصحه كيقول لك حنا عندنا 23 مليون ملقحه، القليه تستد المليون ما كتهمكش، كتاخذوا القوانين فرنسا وكتطبقوا كما قلت القانون ديال موزمبيق، بالعكس تستد المليون. انا واحد من 21 مليون اللي ملقح وغير راضي على الباس، وتكلمت بالصفة أنك تنوب عن 21 مليون اللي ملقحة أنها باغي هذا الباس. أنا واحد من الناس اللي رافض ذاك الباس، أنا واحد من ذاك 21 مليون،
ولا جينا نديروا الاحصائيات غنصيبوا النص في 21 مليون ما باقيش داك الباس. بس ما كنهضروش على التلقيح، التلقيح حنا كنعتبروه واجب وكما كتسوقوا لنا حنا غاديين معاكم، ولكن الباس تقيد لي الحريه ديالي وصحه نمشي انني نلقح. الحوار ديالك بالامس السيد الوزير المحترم ايتس طالب، وانا اعرفك جيدا ملي كنت في الساشي، كان حوارا ضعيفا وكتهضر معنا عاود بواحد الاسلوب ديال التهديد. حنا 6 مليون اقليه لا تهمنا، علاش ما تهمكش؟ واش انت وليتي محامي ديال 21 مليون؟ واش شكون اللي عطاك الحق انك تهضر باسم المغاربه؟ لا 21 مليون، انت كان عليك تجي البارح تجاوب على الاسئله، تجاوب على المشاكل ديال المواطنين، ماشي دافع على الباس. دافع على الباس انه يبقى باش تحمي انت 21 مليون. انت كتهضر على المصلحه انك تحمي، وشكون اللي غيحمينا حنا في المستشفيات دابا المغربيه اللي هي تعيش الويلات وتعيش البؤس؟ وشكون اللي غيحمي هاد الناس اللي دابا انت الدور ديالك تحمي الناس اللي كيجيو ياخذوا لي رونديفو كيعطيهم على 6 شهور؟ الدور ديالك تجي تحمي الناس اللي كتولد في باب المستشفيات؟ الدور ديالك انك تقوم بالواجب ديالك فيما يخص اختصاصك، ولكن ما تكلمش. تكلمتي انت البارح باسم الحكومه وباسم الشعب وباسم الوطن وباسم الجميع، هذا عبث السيد الوزير المحترم، هذا عبث. الدليل انك تنقراطي ولا كيقولوا لا ما معطرش، ما كتعرفش تهضر. تهضر معنا البارح وانت كتضرب على الطبله ومعصب، شنو دابا انت تولي انت فعاوت وزاره الداخليه؟ ولي انت عاود فعاوت السيد فتيت، فرض علينا، عطينا العصا. انا كنت منتظر انك تجيب لنا حلول، تعتذر للمغاربه تقول لهم الله يجزيكم بخير هذا الفرض ديال هذا الجواز اثر عليكم، اثر على وليداتكم، كاين اللي ما قراش، كاين اللي ما دوش الكونكور، كاين اللي عانى، كاين الناس اللي مراض تفقصوا، الناس اللي خرجوا احتجوا راهم ساكن واحد الحاله هستيريه. كان اولا خصك تعتذر للمغاربه وتشوف حلول مع ذاك البرلماني اللي كيصفقوا لك. والله الا في بلاصتكم الا حشمت المجموعه اللي كانت موراك مباشره ديال البرلمانيين اللي صفقوا، منين هضرتي قلتي باس ضروري الباس، جلسوا ما قدروش يجاوبوك، ما قدروش يجاوبوك وصفقوا، صفقوا على خيبه الامل ديالكم. صافي غمق عليكم، صافي قال لكم المغرب. قلتي على ان التلقيح الثالث اسيري ومزيان، مازال ما درتش عليه حتى شهرين باش تعرفوا انه ما فيهش مضاعفات، كما قال واحد الاخ جوابا جاوبك في اليوتيوب. كيفاش كي درتي له السيد الطالب؟ البارح كنت انت رئيس حكومه وكنت كتمثل الشعب، كتمثل 21 مليون، وكتمثل 6 مليون، وكنت القاضي والمحامي ووكيل الملك وكل شيء كنت كان فيك انت، وحكمتي علينا كاملين. انا واحد من 21 مليون اللي ملقح وما باغيش هذا الباص، ضد هذا الباص، لان كيقيد الحريه ديال الناس اللي ما باغينش. واخا انا عندي الباص وانا غنجبدو لك وتشوفوا، لكن انا مع الناس، انا مع الراي وراي الاخر، كيقيد الحريه ديال الاخر. مشكلتنا دابا حنا في الوزاره اللي كاينين انكم كتدخلوا كتهضروا معنا بواحد الاسلوب ديال اسلوب ديال الامر. انتوما خدامين معنا، سيد الطالب انت وزير الصحه، واش تسالاو المشاكل في الصحه كلها وعاودتيها وقديتي لي تهضر معنا انت على موضوع ديال الباس؟ الباس خلي الرئيس الحكومه يهضر عليه، انت اش كتهضر على الباس؟ ابنت انك انت هو مول فكره الباس، هو انت سيد الطالب، لانك مهما قابط انت في الموضوع ديال الباس، بس الباس غندوز الباس غنمشيو سويسرا، الباس كتهضر على الباس وكتبرك على اللسان ديالك وتقول الباس خصو يبقى. شو ما سعيد الطالب، انت انسان متخلق وانسان واعي وبروفيسور، ولكن كنت في قبه البرلمان تجيب المواطنين، ولكن كنت دون المستوى، كان عندك مستوى ضعيف جدا. دابا غتدخل لنا 6 مليون في التحدي معك، كل واحد باش بدا كيناتك. راه خصكم السادة الوزراء ولا البرلمانيين قبة البرلمان تهضروا وتوزنوا الهضرة، خص يكون عندكم داك الميزان ديال الهضرة، على أي كلمة قلتيها راه كتحسب عليك. كنتي كتهضر معانا أنت
الطريقه باش كتهضر معنا ما كيهضرش معنا بها الفتيت وزير الداخليه، اقسم بالله الا كيهضرش معنا بهذه الطريقه، كتهضر الباس وكتقول خصنا الباس، باس خصو يبقى، شنو الباس؟ قلنا اعتذر لنا بعد المغاربه كانت فيك بعدا كان فيك واحد واحد الحاجه اللي هي زوينه انك ملي بديتي المداخله ديالك، والاعتذار لك الناس اللي ما ملقينش، واعتذروا على السلوك اللي درت، وهذا العبث القرار العبثي اللي انا ايت الطالب اللي اشرت على هذا الطلب، وانا هو اللي عطيت هذا الطلب للحكومه، وانا اللي زلقت الحكومه باش تمشي في هذا الموضوع، وانا اللي اضريت واحد الشريحه كبيره، وتعتذر لهم تقول لهم شنو هو الحل؟ حلول، حنا بغينا حلول، ما بغيناش تخطب علينا وتقول لنا الباس، غادي لنا الباس صحاب، كاين اللي ما يبغي ياخذ حتى ورقه دابا يسمح لكم في الوراق وما غاديش الباس. مثلا الباس راه أضر مجموعة من المغاربة، وأنت تقر أنهم 6 ديال المليون الناس ما ملقاش، إذا أنت كدير العيب مع 6 مليون الناس، وال 21 مليون ولا 23 مليون اللي كتقولوا، واش انت يا خديتي التوكيل على ان كلها باغيه الباص؟ انا قلت لك شخصيا انا لقحت الاولى والثانيه، وانا ضد هذا الباص، هذا انا رافض هذا الباص، وعندي هو في جيبي، لكن انا الاخر رافضه، خصني نحترمه، خصني نشوف له الحل، خصني نتصنت له. واش كتدخلوا كتلعبوا معنا البوكس في داخل البرلمان، قاعة البرلمان كتلعبوا معنا اليوغا؟ انا بغينا حلول. كنتي معصب وكتقول لنا الباس، وانت دابا هو اللي كتأجج الوضع، والاسبوع القادم دابا دخل الصف عند الفيسبوك الكل يعيدك بوقفات احتجاجيه اللي غتكون خياليه، واللي غيكون فيها غير الهضره غير عليك انت، دابا ابنت انك انت المسؤول، انت مول الفكره، هذه الفكره ديال الباس انت مولاها، انت بغيتي تلعب مع المغاربه تلعب معاهم لو يديرها، المغاربه ما كيلعبوش معاهم الناس لو يديرها. عندما دخل تيموقراطي الصحه السياسه فسد كل شيء. اتفق معك اخويا، تيموقراطي ما فاهمش، ما مأطرش في الحزب، ما كيعرفش يهضر، ما كيحترمش المغاربه، انا اعتبرتك انك ما احترمتيش المغاربه، 6 مليون انت عندك لا شيء، واش قاد جبد العيب مع 6 مليون الناس؟ قاد على انك تتحدى 6 مليون الناس السعيد الطالب. عيب وعار عليكم، حنا ما بغيناش داك الوزاره اللي كيتعمل، وزاره الداخليه بدلت الفلسفه ديالها، ولات كتهضر ملي كيستدعي الفتيت انه يجيب على الساده البرلمانيين على اسئله يتكلموا باداب وباخلاق، وما كيتكلمش باسلوب ديال التهديد. الباس، عطينا الباس اننا نمشيو للطبيب نصيبو الدواء، عطينا الباس على اننا ندخلو نشدو الرونديفو على سيمانه ما نقبطوه على 6 شهور، عطينا الباس على اننا من عباد الله ما يبقاش يولدوا في بيبان ديال السبيطارات، وعطينا على ان دابا المستوصفات في مدينه فاس ما فيهمش الدواء، حاسبين كتعطيو لعباد الله الدواء، وملي كيمشي الدواء ما كاينش الدواء، ما من غنهضرو، عطينا ان الباس على ان المستوصفات اللي فيهم واحد السكينه كبيره كتصيب طبيب واحد خصهم يكونوا 3 و4، عطينا الباس، عطي الحقوق لهاد الناس اللي خدموا معاك عماين ديال الالام والمعاناه وضحاو، شنو عطيتيهم؟ تقلبوا انكم لما تلقاو تدخلوا ليزانفيرمير حتى هما بالكونترا، وهادشي خصك تعطينا ليلو الباس، ولا كتحاولوا تموهونا وتعطيونا واحد المسائل اللي حنا نخيدوا معاها ونخليوا المسائل اللي هي مهمه. فاليوم بكل امانه وبكل مسؤوليه واقول لك السيد الوزير المحترم سعيد الطالب، كنت دون المستوى في ردك وخطابك على المغاربه، كانوا منتظرين انك تعتذر منهم تقول لهم سمحوا لي الفكره ديالي انا مولاها، انا ايت الطالب جبتكم هذه الفكره ديال الباس تكرفست عليكم. غير الدعاوي اللي كتدي من عند العيالات راهم راه والله الدعاوي اللي كتاخذ من عندهم راه تخاف على راسك السعيد الطالب. راه خصك ديما واحد لو كان واحد معارض خصك تعطيه 6 مليون للناس، انت كتقول لهم 21 مليون ها
حتى انا غنحميها. باش كتحمينا نتايا؟ حمينا، قوم بالواجب ديالك في الوزاره ديالك وفي المستشفيات، وفر لنا الادويه، وفر لنا العناصر، وفر اللوجيستيك، وفر الناس اللي كيخدموا معك الامكانيه، تعطيهم حقهم، عطيهم التعويضات ديال كورونا، وادي الواجب ديالك. هذا هو الدور ديالك. وليتي انت كتهضر باسم الشعب وباسم الوطن وباسم 21 مليون وباسم 6 مليون وباسم وزير الداخليه، عرفتي؟ كتهضر بواحد الصيغه وكتهضر انت معصب. تحية احترام وتقدير للبرلمانيات والبرلمانيين اللي طرحوا الموضوع ديال الباس وعرضوه، وداك المجموعه اللي كانت كتصفق من اللور كونوا تحشموا برلماني كيصفقوا. ملي قلتي انت الباس ما غيبقى بداو كيصفقوا. علاش كتصفقوا؟ على خيبه الامل ديالكم. ما عرفتش من حزب هذاك المصيبه ديال البرلماني السابقين غادي يكونوا مع من الاغلبيه، مع يكونوا ماشي حزب من الاغلبيه، حشومه على الاقل. على الاقل جلسوا. علاش كتصفقوا؟ كتصفقوا كيقول الباس اسيدي، قول الباس ولي انت فقط وزير الداخليه. امرنا امرنا ووجه الفراده باش تقول لعباد الله الصحه ديرو. هذا عبث السيد الوزير المحترم، هذا هو العبث. كنحاولوا ما نهضروش بزاف، ولكن كنشوفوا اللي ما كيعجبناش. البرلماني انت كتهضر على الباس انه خصو يبقى، واحد كيصفق لك زعما باغره. انت اش كتمثل انت اللي كتصفق؟ ما سلوك غير حضاري. وانت السيد الوزير بدل هاد الطريقه اللي كتهضر بها ديال المغاربه 21 مليون طلقات و6 المليون ما عندك حتى فيها غراض. هذا هو العبث السيد الوزير. في العمل ديالك انت انسان كومبيتون، ولكن في السياسه لا تلقاو شيئا. كان عليك انك تازر هذوك 6 المليون وتقول لهم الله يجزيكم بخير، طمئنهم، تقول لهم اه 6 المليون انا كنعطيكم لا كارونتي، انا وزير الصحه كنعطيكم لا كارونتي تلقحوا، واللي وقعت له شي حاجه انا كنتحمل المسؤوليه. هذا هو الخطاب والحوار. وصاحبي حنا ناس عاديين نهضروا احسن منك في ذاك البرلمان، اقسم بالله تنهضروا احسن منك. تهضر بعدا اولا بعدا غتمص الغضب وتعتذر للمغاربه، تقول لهم الله يجزيكم بخير اللي تضرم هذه القضيه، حنا درناها عن غير قصد. انتم كديروا له حاجه باش تمرغوا المواطن الوجه ديالو في التراب. انتم وزاره ديالنا ولا ديالاش؟ ما فهمتش. ثانيا خصك تجيب لنا حلول. ثالثا خصك الناس 6 المليون طمئنهم، تعطيهم دي كارونتي. ودابا الشريف مول 21 مليون، ودابا اجي لقح الجرعه الثالثه، حنا نشوفوا كيفاش هي غتصوب لها 21 مليون. حنا ضربنا الاولى والثانيه، ولكن دابا تيدخل لنا الشك الثالثه. عطينا سيدي شي طمئنه، حتى حنايا كنطلبوا منك انك تطمئننا وتعطينا دي كارونتي باش نضربوها حتى حنايا. بهذه الطريقة دلوه الدراع كتزيد تأجج الوضع، وتزيد المواطنين، تزيد تهيج المواطن اللي هو ديجا طايب بغلاء المعيشة، وبهذه الحكومة الجديدة اللي جات، وبهذا البؤس، وهذا 12 سنة وحنا عايشين في البؤس، عايشين في الدمار، وجيتي نتوما عاود دابا كتهضر معنا انت بحال الشكل كي نورمالمون. الطريقة باش كتهضر خصو يهضر بها وزير الداخلية اللي عنده وزارة ديال السيادة، وعنده خصو يهضر معنا بهذه الطريقة، يقول لنا شوفوا غتلقحوا غديروا صحة. ما تهضر معنا انت وزير، انت كان عليك تجيب لنا الحلول السي اي تطلب. وكنت دون المستوى وما طربتيناش، وكنتي منفعل. بعدا اول ما خصك تدخل منفعل، تدخل تحتوي الوضع، تقول للناس الله يجزيكم بخير، كل من تضرر من هذا الباس يسمح لنا، وحنا كنعتذروا، وحنا درنا داك الشيء على القصد. احنا نحبكم ونقدركم، بغينا مصلحة. دابا انت باغي مصلحتنا بنادم، مصلحة بنادم. انت كتلعب معنا اليوغا، دابا تلعب معنا الكاراتي، ماشي انت وزير الصحة. مستشفياتكم ومستوصفاتكم دون المستوى، والطبيب ديالكم دون المستوى، وهذا راجع ماشي للانفيرمير الاطباء، النقص وعدم اهتمام العنصر البشري واللوجستيكي. سالوا المشاكل تهضر معنا، انت بحال كتهضر معنا كنلعبوا معك الكاراتي. هذا راه ماشي اسلوب ديال وزير اللي هو قابط واحد الوزاره. والدليل هو انك تؤجج الوضع. واش كتدخلوا للفيسبوك واليوتيوب ولا ما كتدخلوش؟ راكم اججتوا الوضع وكتقلبوا تنوضوا الفوضى في البلاد.
السد المليون انت عندك السد المليون لا شيء، هي السد الناس، السد المليون والجاج. وقلت لك انا واحد من الناس اللي لقوا، انا ما انا انا رافض داك جواز التلقاح، انه يصادر الحق ويصادر الحريه للمواطن، اضر واحد الشريحه كبيره، والسد المليون هي تولي لك 12. والدليل انك تدخل الفيسبوك وتدخل اليوتيوب وتشوف تشوف التعليقات اللي عليك وتشوف المواقف وتشوف ما ابياتي الوجوه بهذه الحكومه. دابا غنمشي حنا بعيد، ما كنظنش انا وزير اللي كان عنده يجي يمتص الغضب ديال المغاربه ويقول لهم سمحوا لي ما عندكمش فلسفه هذا الاعتذار كاع، سمحوا لي الا درت تخت. انا يقول انا الطالب اللي عطيت هذه الفكره ديال الباس للحكومه، وانا السبب في انني زلقتها وخذت هذا القرار العشوائي اللي دارت عليه نقطه نظام واحد من التحالف حزب الاستقلال، اللي قال ان هذا الشيء كان فيه تسرع، وكنحييهم على هذه الخرجه. وتجي انت البارح وتضرب كل شيء الزر في البرلمان، ولا البارح تقول لعباد الله انا 21 مليون تلقحات السد المليون اقليه. كيفاش اقليه؟ واش حنا جالسين عندك في الدار الطالب؟ واش حنا جالسين عندك في الفيرما ديالك؟ جالسين في المغرب، جالسين في البلد ديالنا، جالسين في المغرب اللي كيحكموا محمد السادس الله ينصرو. راه انا الراي ديالي كنت دون المستوى، بدل هاد طريقة الحوار ديالك، والا انت هاد السنين غدوزها كحلة مع الناس، غتولي اللي دخل الفيسبوك يدخل يشتم فيك. راه خصكم تكونوا كتهضروا وزنوا الهضرة ديالكم، واش ما عندكش الميزان باش توزن الهضرة؟ وزن الهضرة، أولا كان عليك أنت تمتص الغضب، أنت دابا ضد الداخلية ماشي معها، أنت دابا كتأجج الوضع. الباس، أسيدي نشوفك واش غدير هاد الباس، أحنا معاك، أحنا معاك في التيران. كيفاش الباس؟ تعتذر وتقول للناس الله يجزيكم اللي ما ملقحينش، تعطيهم كارونتي وانت تجعلهم هما يتلقحوا بطريقه سلسه بدون عنف. صدقتي انت كتأجج الوضع وكتسرونها ورونتيها، وما عرفناش حنا سيمانات اخرين شنو يوقع. وفين قلبوا صبنا انك انت مول الفكره، الفكره البائسه ديال الباس باش انت المغرب كله، ما عرفناش باش فين باغي توصل. ولكن اسيدي 21 مليون 23 تلقحات والسد المليون وعطيوها الثقه بعدهم الناس اسيدي كاع هي السيد. هذا السلوك ديالك جعلنا حنا اللي ملقحين بدون شكو، ان حنا كنقلبوا هذا الشك، دابا بدا يدخلوا لنا شكوك. كنا ننتظروا منك تعطينا حلول، تعطينا دي كارونتي، وتعتذر للمغاربه وتعتذر للناس اللي الشركه مسميها غير مسؤوله. الشركه هي كتقول لك انا غير مسؤوله، وانت دابا الجرعه الثالثه بديتي تعطينا دي كارونتي عليها. على الاقل انتم الوزراء ضربوا الشوكه وديروا داك الشيء ديال البوليستي ونشوفوكم ضربتوها حتى حنايا، تاكدوا حتى حنايا. المهم السي ايت الطالب كنت دون المستوى، ابنت على الضعف ديالك في التواصل، ابنت على انك وزير، انت عندك وزاره الصحه، وانت تتخيلك انك عندك وزاره الداخليه. المغاربه راهم ما كيجيوش بلوه الدراع، كيجيو بسيدي ومولاي وبالقانون، كيجيو تبين لهم وتوضح لهم وتقول لهم اشنو كاين، ما كيجيوش بالعنف. دابا اللي طلع دابا وزير كيبغي يقدم معنا العنف. كنتي كتكلم معنا السي ايت الطالب بحال اللي كيهضر معنا وزير الداخليه، كتقول لنا الباس. دابا هاد الفوضى اللي كتنوض في الادارات والناس ما كيبغيوش يعطيو الباس، نتوما ماليها؟ واحد العدد الادارات دابا ما بقاوش كيطلبوا الباس، واحد العدد ديال لي سوبر مارشي ما بقاوش كيطلبوا الباس. يا شي طالب غدير لنا شي داخليه ديالك بوحدك اللي غتبقى هي تطبق هادشي. فالرساله بغينا وزاره اللي نفاتحوا. شكرا خويا وزاره اللي تنفاتح تقنع المواطن. جيتي للبرلمان شتي سيمانه دازت كلها ديال الروينه، والناس كتنادي باسقاط الحكومه، والناس كتنادي بالشعارات ضد رئيس الحكومه، والناس مكرهه، واللي كيقول لك ولده مرض، اللي كيقول لك بنته طاح لها الشعر. كان عليك تجيب لنا طمئنات وتطمئنا وتهضر معنا باسلوب حضاري، تقول لنا سمحوا لي ايها المغاربه
وانا وزير الصحه انا ايدكم انكم حتى حاجه ما تقيسكم انتم المسؤوليه كتهربوا منها ما كتواعدوناش انكم تحملوا المسؤوليه ديال شي واحد لو وقع له شي حاجه وكتبغي تفرضوا علينا شي حاجه الصحه بدل هذا الاسلوب ديالك راه ما يخرجكش هاد السيناس سعيد الطالب الا كنت انت زقالوك ولا وردوك وما عرفناش حنا داك الفيلم هندي كيفاش دار له حنا ماشي شغلنا ولكن حنا قلنا لك واحد المره نحترمك ونقدرك نحترم المغاربه احترم المغاربه وهضر معاهم باللي ولا تبقاش تخرج عينيك وتخرج حلقك وتقول الباس راه ما حتى حاجه ما كتجيب القوه السعيد الطالب واش نتوما وزاره ولا نتوما ما فهمتش شنو نتوما ولا بداو تهزوا العصي وهضروا معنا بالعصي في البرلمان والناس اللي فاش قلتي الباس بقاو كيصفقوا عيب عليكم الساده البرلمانيين ملي بعدا متفقين معاه وبايعين الماتش واش لا تصفقوش خليكم ساترين راسكم شكوى الله دابا كنا كنعرفوا اللي كيدافع علينا ولا اللي بيع الماتش ولا فيكفي اننا بدينا نتصابوا بخيبه الامل في هذه الحكومه اللي كنا كننتظروا منها الكثير وكنا فرحانين بها دابا بدينا بحال اللي كنا فايق ناعسين وكان في كنا كنا في حلم دابا ولينا كنصحوا منه تجي نتايا بعد واحد الاسبوع الاسبوعين ديال الاحتجاجات تجي السيد الطالب تهضر معنا وتقولنا اول حاجه بعد اول حاجه من الادب والصواب قول ما تهضرش تقول 21 مليون تلقحات وستة مازال الأقلية ولا جينا للتصويت حنا شمن التصويت حنا التصويت شحال صوتوا في هذا المغرب من التصويت ما تبقاش تهضر معنا على التصويت ثانيا تهضر مع المغاربة بأسلوب حضاري وتعتذر وتقول لهم سمحوا لي الأمهات اللي تكرفصوا مساكن وتعذبوا الوليدات اللي ما دوزوش لكونكور بسبب هذا القرار ديالك العشوائي انت ما مسوقش كتهضر معنا وكتهضر معنا بحياله وهزال اليد الباس اسيدي حنا نشوفوك اش غادير في هذا الباس والايام القادمه الى نضت شي فوضى راه انت هو السبب هو انت عيط الطالب انت اللي اججتي الوضع وانت اللي كتحرض المغاربه على الاحتجاج انت عيط الطالب هذا كنعتبره انا تحريض وتاجيج للوضع تاجيج للوضع وتحريض المغاربه على الاحتجاج حنا في هذه الظرفيه اللي صعيبه الظرفيه اللي كيمر بها المغرب نسقل لهم 6 المليون انا كنظن هاد الجملات هادو خصك تحاسب عليهم السعيد الطالب واسمح لي انا كنهضر مع ايت الطالب دابا مش ايت الطالب الشخص كنهضر مع ايت الطالب وزير الصحه اللي ما فاهم والو الكلام اللي قلتي ديال 21 مليون من القحاص 6 المليون زعما تمشي ضربها جايحه تعاود راسها تغوات طبال هذا راه نوع من التحريض على الفتنه السعيد الطالب وتاجيج الوضع ما كنعرفوش شنو اللي وقع الا وقعت شي حاجه ولا قدر الله راه انت اللي خصك تحاسب وهذا وزير دابا الاول اخنو خصو يحاسبك على هذا الكلام دابا اللي قلتي ولا نضت شي فضيحه راه انت مولاها دائما انتم تنظرون الاخر المعارض انه عدو ديالكم راه خصكم تعتذروا للمغاربه وخصكم تسنتوا للمغاربه راه ما بغيناش وزراء يبقاو يحيلوا علينا ويغوتوا علينا وراه حنا كنتي كتهضر حنا كنا باغيين ندخلوا عندك في التلفزيون ونقول لك راك غلطه الشريف المتنفس اللي عندنا هو اليوتيوب الصفحه ديال اليوتيوب ديالنا والصفحه ديال الفيسبوك كنهضروا فيها وكنقولوا الحقيقه فشكرا لك على 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 المستوى الداني اللي بينتيه السعيد الطالب وشكرا لك انك تعاملت مع 6 مليون المغاربه بواحد الوقاحه وشكرا لك انك تؤجج الوضع وشكرا لك ان تشوف فوضى راه نسامو لها السعيد الطالب نسامو لها السعيد الطالب تشوف فتح نسامو لها 6 مليون عندك نسائل وكتهضر بسميت 21 مليون انها باغيه انا واحد من الناس اللي ملقن ما باغيش ذاك الباص ومني بزاف غير لقصينا من 21 مليون وجينا للجهه ديال 6 مليون فين غنصدقوا حنا بغينا بلادنا تكون بلد ديال الامن والامان والاستقرار ما بغيناش هاد الفوضى وما بغيناش هاد الاحتجاجات ولكن نتوما اللي كتاجلوا الوضع في البرلمان بهذا الاسلوب لا اخلاقي ديالكم نتوما اللي كتستفزوا المغاربه تهضر معنا وتقول لنا 6 مليون وتهزي يديك كي درتي لها استاذ هذا هو النتيجه ديال الوزاره
التقوقراطي اللي ما مأطرينش اللي ما عاشوش مع المواطن ودازوا في المراحل وكيعرفوا كيتحاوروا. المهم الحوار ديالك كان مستفز، الحوار ديالك كان فيه تحريض، وحنا كنطالبوا من السيد وزير الداخليه انه الا وقعت شي حاجه ولا شي احتجاج ولا شي حاجه اللي لا نحمد عقباها فيجب ان يحمل المسؤوليه الى الاخ الوزير اي الطالب وزير الصحه، لانه هو من اجج الوضع. كان عليك تحتوي الوضع وتعتذر، وداك 6 مليون حتى هي تبردها وتقول لها شوف انتوما ولاد الوطن ولادي، اي حاجه وقعت لكم انا مسؤول، ها لا كارونتي ها اللجنه، وتهضر باسلوب حضاري ونضربوا لك حتى الشوكه 18 نضربوها، قتلونا كاع نموتوا، غير قتلونا سميتو الحلاوه ماشي بالعنف. العنف الناس راه مابقاش كتخاف دابا، لا محابس ولا اعتقال ولا ما كتخافش الناس، كاين اللي عايش هنا في السيفي في الحبس. اذا بدل الاسلوب ديالك لا انت ولا بعض الوزراء، وهضروا معنا احترمونا، احترموا المغاربه الله يجزيكم بخير، احترمونا باش نحترموكم. وانا اؤكد واقول ان ما بغيناش نبقى هاد الاحتجاجات، لان الاحتجاجات ما كنعرفوهاش فين توصلنا، لكن ما بغيناش يبقى واحد يتزيد علينا يبقى يعاود لنا الخرايف، يقول لنا 23 مليون من القحاس 6 المليون، والسد المليون اصاحبي سهلتيها، السد المليون سهلتيها السي الوزير المحترم سعيد الطلب. حنا راه ما جالسينش عندك في الفيرما ولا في الوزاره، حنا مغاربه خصك تختار منها، وهاد الحسابات اللي عندك راه خاويه. وتاكد لي انك انت مول الفكره ديال الباس، وانت هو مول هاد الفكره العبثيه، وانت اللي غتحمل المسؤوليه ديالها. وكنقول لك من هذا المنبر انك خيد مع الوزاره ديالك واصلاح الطبيب، وتعطي الحق للاطباء وليزانفيرميير، وتعطي الحق للناس، وتاهل المرافق ديالك الصحيه. ودار المراز كتدخل لها بحال المستشفى ديال دار المراز كتدخل له بحال اللي داخل شي عروبيه، لا ماتيريال لا كوكار، كذلك اهلو اهلو في الجهات، اهلو المراكز الصحيه. هذا هو الدور ديالك، ماشي تبقى تخطب علينا في الخطاب انت صفر. المهم اججتي الوضع، ولا حنا ننبه الى وصلت الامور شي حاجه التي لا نحمد عقباها، ونتمنى ان الامور ما توصل حتى لشي بلاصه، لان المسؤول الاول هو انت السعيد الطالب. وبغينا خطرة اخرى اللي غيجي يتحاور معنا يتحاور معنا بادب، يتحاور معنا باحترام، مابقاش يتحاور معنا بعمليه حسابيه. راه يمكن غير مليون ديال الناس راهم يديروا معاك اللي ما عمرو داروا معاك شي واحد. والدليل دخل دابا للفيسبوك واليوتيوب وتشوف راسك المستوى اللي وصلت له السعيد الطالب، والقيمه ديالك اللي ولات، وانت واش كتمثل المواطنين ولا كتمثل شي حاجه اللي ما عارفينهاش. شكرا لكم اخواني واخواتي، سمحوا لي الا هضرت اليوم بواحد الانفعال، وعاد درت لايف البارح وعاودت اليوم لايف، لان المواضيع كثيره والهم كثير مع هذه الحكومه، هذه مع هذه الحكومه العشوائيه اللي كيخرج كل مره وزير ديالها واحد الخرجه اللي كتجعلنا حنا الناس اللي كنهضروا في اليوتيوب بزاف، والناس اللي كنديروا التحليلات للمواضيع كنهضروا، وما يمكنناش نسكتوا على هاد العابات. الا سكتوا داك البرلمانيين وصفقوا اللي موراك، حنا ما كنسكتوش، ودائما نتكلم باحترام وادب وبالقانون. ونقول لك السيد الوزير المحترم، بدل الصيغه، حاول تحتوي الوضع، وحاول تعطينا دي كارونتي، وحاول على انك تنسى هاد الاسبوع اللي داز، لان كنت دون المستوى السيد الوزير، كنت بحال اللي عمرك ما كنتي في الوزاره، هضرتي معنا باسلوب ديال التهديد، وصاحب الجلاله كيقول لك الشعبيه العزيز، وكيهضر مع الشعب ديالو بواحد الاحترام، والمالك اصاحبي المالك ديال البلاد، ما عمرو هضر بشي اسلوب من غير الشعبيه العزيز، ومن غير المغاربه، ومن غير مسائل اللي حلوه الشاد كيخرج من فمه. وزير الداخليه يتكلم بواحد الطريقه دبلوماسيه، بواحد احترامي للغه الريفيه، تخرج منه الحلاوه من فمه كيخرج من وزير الداخليه. وانت دابا تقمص الدور ديال الناس اللي هما اللي خصهم يكونوا كيهضروا بهذا الاسلوب، وانت كنت تهضر به. حنا السيد الوزير ما كنخافوش، وما كنبغيوش له الدراء، وما عندكش حق تتكلم لا ب 21 مليون ولا ب 6 مليون. كان عليك تجيب على الاسئله، ولكن صوتي برلمانيين تما، مع احترامي للبعض انهم دون المستوى، كاين اللي في المستوى، كاين البعض دون المستوى مقابل غير التصفاق والتصقبال، حنا ما جالسينش كنديروا السهره. شكرا لكم، واعتذر
ولا نفعل شي شويه والى موضوع اخر. ومعذره كذلك الى طولت عليكم كما دائما قبل نقطع اللايف. شكرا للاخوان اللي غيبارطاجي معنا هذا اللايف.